كارت بولت داخل على الحداف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة احنا في كفر الشيخ في مية الحمول طالعين للحداف. النهاردة ان شاء الله الحداف في مية الحمول بإذن الله. نعملكم فيديو كويس، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، تابعونا يا شباب. النهاردة يا جماعة شغال بعودين، عودين 4 متر ونص، الاثنين طعم. الخيطان بتاع المكن مقاس 50 والمكنتين 7000 صيني، والعيدان يا جماعة 4 متر ونص زي ما قلنا، ووش الرمال 35، والطعم طعم ترمي مع اتجاه المية في التلت لأمتك بإذن الله. النهاردة يا جماعة نعملك فيديو كويس. طبعا الرمي اهو، رمي في التلت لأمتي، ده بعيد شوية وده قرب منه شوية، والرزق بتاع ربنا. تابعونا يا رجالة. صلاة على النبي يا رجالة. أول كف بولطة دخل على سن كبير كمان على الحداد اهو رجاله، كف بولت داخل على الحداف. ارجع ورا بقى، ارجع اقف نص. طلع مني سيب الثاني برده، بص مش كده جاوب. يوقف ها، بص شايفها باين عندك الكاميرا، المهم كبيره شايفها. حرك كده اهي، انا عندك الكاميرا كده اهي، كده باينه. ايه بس انت مش باين، مش لازم اني، اهم حاجه هي كده باينه. اي دي كبيره اهي، بس جابها كيسه معاها باينه. انا صلى على النبي، حته معديه كيلو مرتاح. ارفع بقى اهو، جاي عندك الكاميرا معاك. اي انزل اجيبها، انزل اجيبها لك. استنزل اجيبها لك يا سلام. صلى على النبي. تيجي زمان دي عرفه تيجي كده عرفه. انا جايبك وجايبها. صلى على النبي. افرق كده، جايب معاها. صلاة النبي يا جماعة اهي، الاحجام الجميلة اهي. دي داخلة على الطعمة يا جماعة من الحمول، سن 3، حته كيلو مرتاحه على العود على طول، وسن مقاس 3 اهو، جايبها من بقها اهو. ماشي يا شباب، ماشي يلا. محمود معاه حاجه يا جماعه اهو، معاك يا نجم عرسه. ارفع عرسه. وايه؟ بس اقف زي ما انت كده. ماشي يا نجم يلا. المايه دي كلها عرس وفيها عرس احجام. ماشي يلا. ابو محمود يا جماعه خد له، بص كركرات ده وبيضه اللي في ايدك كده، وبيضه اهي. وريهم الكركور اللي معاك كده، وريهم الكركور كده، شوف حجمه قد ايه يا جماعه. كركور متغذي. اشرب محمود يلا. وبيضه كمان اهي، بس دي رفيعه، دي حلو يا عم يلا. اعتبرها كركون. ماشي يا نجم يلا.